عمل من سلدنا وداي ومنزل شفاء والدواي حمدا لمنزل دنا وداي ومنزل شفاء والدواي من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مس سامرت يبرى بلاد وفاز بالخلاء محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم ولا لوسف سر الحلاء اغفر ذنوبنا تقبل منا واهم همانا وتجاوز عنا وانزل يا ربنا خير النعم مكانا ما نخاف من شر النعم وابلنا العذاب والمزايا وكفنا وأمننا حفظ على التعافي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لذيذ يا معافي يا من ذو أمر الولاء يا سافي عن الزباد ولا تعاملنا بالابتلاء وانزل النفع مكان الدور وانزل الخير مكان الشر وانزل الخير